وزير الدفاع السعودي في الولايات المتحدة لبحث الحرب على قطاع غزة وتجنيب المنطقة التصعيد أو التداعيات. ماذا تريد الرياض تحديدا من واشنطن؟ تحياتي لك أستاذ محمد وللزميلة ومشاهدك الكرام. واضح أن الجهود الدبلوماسية السعودية لم تتوقف، وكانت هناك جهود مبذولة منذ بدء تفجر الصراع أو العنف المفرط الإسرائيلي، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس بايدن، ومن خلال أيضا اللقاء الذي جمع ولي العهد بوزير الخارجية الأمريكي وأيضا وزير الخارجية مع نظيره الأمريكي. الجهود السياسية السعودية المتواصلة تؤكد على نقطة مهمة جدا، وهو على وجوب سرعة وقف اطلاق النار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأشقاء في قطاع غزة، والذي تعرض اليوم إلى مذبحة في جباليا وسط رضا بكل أسف من القوى الكبرى تحديد الولايات المتحدة الأمريكية. صدر بيان الليلة الماضية عقب اللقاء الذي جرى بين سمو ولي العهد وبين مستشار الأمن القومي الأمريكي، أكد بالفعل على وجهة النظر السعودية التي تطالب بسرعة إيقاف وقف اطلاق النار. لاحظنا تغيرا بدأ يظهر على الموقف الأمريكي منذ يومين تقريبا، أكد عليه الليلة الماضية، وهو التنديد بتقصد المدنيين. الأهم حقيقة هو العمل على سرعة وقف اطلاق النار بأي شكل كان، وهو ما تسعى لتحقيقه المملكة العربية السعودية بكل الوسائل.